بسم الله الرحمن الرحيم. نشرح إن شاء الله اليوم كيف يمكن التحكم في الليد أو الإضاءة الموجودة في الروبوت من نوع إمبوت رينجر. التعليم التي سنستخدمها إن شاء الله ونتعامل معها Set LED on board. طبعا نلاحظ وجود ثلاث ألوان Red, Green, Blue. كل ما غيرنا في قيمة أي منهم، طبعا هذه الأرقام عبارة عن شدة الإضاءة إذا كانت الإضاءة عالية أو منخفضة. ففي البداية أجعل مثلا النور الأحمر، ثم انتظار، طبعا ثانية كثير جدا 0.5 مناسب، دوبليكيت، نصفر اللون الأحمر ونشغل اللون الجرين، نصفر الجرين ونشغل بلو. طبعا لابد من وضعها في تكرار forever، وبإمكاننا جعل الروبوت يعمل ذاتيا، بمعنى لا نحتاج الضغط للعلم، ولكن مجرد دبل كليك، مجرد دبل كليك يقوم بالعمل مثل المقطع الموجود في بداية هذا الفيديو. طيب يمكن أن أتحكم في الإضاءة، مثلا أغير في الإضاءة بشكل جمالي أكثر. طبعا نلاحظ أنه اللمبات الموجودة على الروبوت في الأعلى هي عبارة عن 12 لمبة، ويمكن التحكم فيها بحيث أجعل إضاءة لمبة واحدة تلو الأخرى بدل أن تعمل كلها في نفس الوقت. هنا أحتاج تعريف متغير يعمل من 1 إلى 12 في كل مرة يغير قيمته. أتي لي الداتا، مثلا أنشئ متغير أسميه عداد. طبعا بعض التعليمات من هنا سنستخدمها. في البداية لابد من تصفير هذا المتغير، ثم عندما يتغير مثلا بالنسبة للون الأحمر، عندما يتغير المتغير إلى الرقم 1 آتي بالعداد هنا بحيث يتغير هذه القيمة تتغير في كل مرة. في البداية نلاحظ هذه هي عدد اللمبات الموجودة في الأعلى All، طبعا كل اللمبات يمكن أن تشغل لمبة واحدة أو اثنين وهكذا. فأنا أجعل المتغير هنا بحيث أن قيمته تتغير في كل مرة من 1 إلى 12، ويمكن 0.5 جدا أحسها يعني كبيرة، ممكن 0.2 أفضل. أكرر هذه العملية 12 مرة بعدد اللمبات الموجود، repeat 12 مرة. ثم بعد 12 مرة لابد من إيقاف هذه اللمبات، إيقاف الإنارة أو الإضاءة. إيقاف جميع الإضاءة، نصفر جميع الألوان ونرجع العداد من الصفر، بمعنى أن اللمبات من 0 إلى 12 عفوا من 1 إلى 12 تتولع كلها، ثم تكرر مرة أخرى، لابد من وضع تكرار. ثم أضع ذلك كله في تكرار forever كما سيظهر معنا في المقطع القادم.